خوتي خواتاتي، السلام عليكم. الظروف لون ميضام يسو بونجور، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. نقول لهم زعما اشتركوا في القناه تاعي، اشتركوا في القناه تاعي ودوقوا على زر الجرس هكذا يجيهم منبه كي تكون فيديو جديده. جودي ا سوك سون بون كور ابوني كي سابونا ما شان اكتيف لا كلوش كوم سا يزو نوتيفيكاسيون سي دي نوفي فيديو. كلكم ديروا لنا جيم لايكي وبارطاجيو لا فيديو، دينا كومونتير باش ان شاء الله فاش طلع لا فيديو في المقدمه باش تعاون الفائده على الجميع. نقولكم دعموا هذه القناه بالاشتراك فيها باش تستمر في البث ونشكركم كثيرا. ونشكر الذين شاهدين الفيديو تاعي، يشكرهم كثيرا. جو ريميرسي سو كي اوغاد مي فيديو، جو لو ريميرسي انفينيمون. في هذه الفيديو حدثكم على برنامج المقابلات وهذا في مختلف البطولات الاوروبيه التي ستلعب اليوم الاحد. نعطيكم برنامج المقابلات وهو كما يلي: نبدا بالبطوله الانجليزيه بريمير ليغ، فريق شيفيلد يونايتد يتقابل ضد فريق توتنهام على الساعة الثالثة، فريق ليفربول يتقابل ضد فريق مانشستر يونايتد على الساعة الخامسة ونصف، فريق مانشستر سيتي يتقابل ضد فريق كريستال بالاس على الساعة الثامنة وربع، فريق أستون فيلا وفريق إيفرتون مقابلة أجلت. ننتقل للبطولة الألمانية بوندسليغا، فهنا هناك مقابلتين: فريق بايرن ميونخ يتقابل ضد فريق فريبور على الساعة الثالثة ونصف، فريق أنترا فرانكفورت يتقابل ضد فريق شالك 04 على الساعة السادسة. ثم ننتقل للبطولة الإيطالية سيريا، نابولي يتقابل ضد فريق فيرونتينا على الساعة منتصف النهار ونصف، كروتون يتقابل ضد فريق بينيفينتو على الساعة الثالثة، فريق ساسولو يتقابل ضد فريق بارم على الساعة الثالثة، أتلانتا بيرغام يتقابل ضد فريق جينوا على الساعة السادسة، فريق انتر دي ميلان يتقابل ضد فريق جوفنتوس على الساعة التاسعة إلى ربع. ثم ننتقل للبطولة الفرنسية الرابطة الأولى، فريق بريس يتقابل ضد فريق ران على الساعة الواحدة زوالا، فريق مقابلة لوريون وفريق ديجون المقابلة أجلت، فريق نونت يتقابل ضد فريق نونس على الساعة الثالثة، فريق نيس يتقابل ضد فريق بوردو على الساعة الثالثة، فريق ستراسبورغ يتقابل ضد فريق سنتينيال على الساعة الثالثة، فريق ليل يتقابل ضد فريق رنس على الساعة الخامسة، فريق ليون يتقابل ضد فريق ماتس على الساعة التاسعة ليلا. ثم ننتقل إلى إسبانيا، أين هناك الكأس ممتازة نهائي فسيجمع بين فريق اف سي برشلونة وفريق أتلتيكو بيلباو على الساعة التاسعة ليلا. وكذلك في إسبانيا هناك كأس الملك الدور السادس عشر، فريق إسبانيول دي برشلونة يتقابل ضد فريق أوساسونا على منتصف النهار، فريق مالاغا يتقابل ضد فريق غرونادا على الساعة منتصف النهار، فريق خيخون يتقابل ضد فريق ريال بيتيس على الساعة الرابعة، فريق نافال كارنيرو يتقابل ضد فريق أيبار على الساعة الرابعة، فريق الكوركون يتقابل ضد فريق اف سي فالونس على الساعة السادسة، فريق تينيريف يتقابل ضد فريق فيلاريال على الساعة السادسة. نقولكم هذه لا فيديو خلاص، نعطيكم موعد في فيديو القادمة. جودي كسرت فيديو اللي تيرميني، جو دون رونديفو لا بروشين فيديو. نقولكم السلام عليكم، قال خير.